عام 366 هجرية تمت مبايعة هشام المؤيد بالله بعد وفاة والده المستنصر ليكون عاشر أمراء الدولة الأموية في الأندلس وثالث الخلفاء فيها، حيث كانت دولة الأندلس إمارة حتى تحولت إلى خلافة على يد عبد الرحمن الناصر. تمت مبايعة هشام وهو في 12 من عمره تحت وصاية أمه، وسرعان ما سيطر على الحكم الحاجب أبو عامر المنصور ليكون الحاكم الفعلي للبلاد. وقد أنشأت الدولة العامرية داخل دولة الخلافة، وانتقلت دولته إلى أبنائه عبد الملك المظفر وعبد الرحمن شنجول. كان المؤيد مجرد صورة في الحكم، حتى أن المنصور حجبه عن الناس، واستمر الأمر كذلك تحت سيطرة المظفر ثم شنجول الذي أجبر المؤيد على تسميته ولياً للعهد، وهو ما أثار الأمراء الأمويين ضد المؤيد، فقام عليه ابن عمه محمد بن هشام وخلعه عام 399 هجرية، وأعلن أن المؤيد مات وصلي عليه ودفن بمحضر من العلماء والفقهاء، وأصبح ابن هشام الحاكم الحادي عشر لدولة الأندلس وحمل لقب المهدي. بعدها بنحو عام قتل المهدي ليظهر هشام المؤيد حياً ويتولى الحكم مرة أخرى، فيما جيوش البربر تحاصر قرطبة تحت قيادة المستعين بالله. في العام 403 هجرية دخل البربر المدينة واستباحوها وأخلوها من أهلها، وقتل هشام المؤيد للمرة الثانية، وقيل تم دفنه في الخفاء. في العام 407 هجرية دخل علي بن حمود قرطبة وبحث عن هشام فلم يجده، فأعلن وفاته ودعا لنفسه بالخلافة. بعد أكثر من 20 عاماً في العام 426 جاء القاضي ابن عباد حاكم إشبيلية وأظهر هشام المؤيد ودعا للبيعة له خليفة للمرة الثالثة. يقول الزركلي في كتاب الأعلام أنه قيل لابن عباد أن المؤيد لم يقتل وأنه يحيى متخفياً في قلعة رباح تحت اسم خلف الحصري، فاستدعاه إليه، وشهد بعض ممن بقي من نساء القصر والخدم أنه هو هشام. ويذكر محمد المنسي قنديل أن الشهادة الحاسمة جاءت من زوجة المؤيد، ويقول نهضت سيدة كانت تجلس في جانب من المجلس، وقفت في مواجهة العرش وحدقت فيه قليلاً ثم بكت وهي تقول يا زوجي ومولاي، أين كنت طوال هذه المدة؟ إلا أن غالبية المؤرخين يرون أن الحصري كان شخصاً يشبه الخليفة، وليس الأمر سوى حيلة من حاكم إشبيلية. ألبسه ابن عباد كسوة الخلافة واحترمه وقبل يده وبايعه وسمى نفسه وزيراً له، ودعا الممالك لبيعة المؤيد، فأجاب بعضهم ورفض بعضهم على اعتبار الحصري ليس سوى خليفة زائف. ومن ذلك أن أبا بكر الزبيدي ادعى أنه دفن المؤيد بنفسه، فيما ادعت أكثر من مملكة أنها تحتوي قبر المؤيد. وفي المحصلة كان ظهور ثالث للمؤيد سنداً لشرعية ابن عباد، فقوي به أمره وانتعشت دولته وانقطعت أطماع ملوك الطوائف عنها. وفي كل الأحوال كان المؤيد آخر الخلفاء الأمويين وأضعفهم، ولم يملك في حياته أي سلطة فعلية، ولم يختلف في مراحل خلافته الثلاث، فهو فيها جميعاً خليفة زائف.